شباب، رجعنا لكم في سلسلة الحروف. النهاردة معادنا مع حرف الدبليو.
خلصنا الدبلو والزل بالتصدير والرصاص، نعمله بالطريقة السهلة بتاعتنا خالص. يبقى خلصنا حرف الدبليو بمجتملاته، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل الجديد معنا، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو دوت، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم.